يعطيكم العافية على الشغل اللي أنجزتوه وعم تنجزوه هلا، لأنه بالفعل منا قليلة أبدا الأتعاب يلي تستاهل العملية هاي. وهيدي تاني مرة، وإن شاء الله تتحسن الأمور بالأيام الجاية أو بأيام الانتخابات الجاية، وبتكون أسهل من اليوم، لأن في إمكانية يكون عند كل واحد من الانتخابات كود، بيسجل الكود تبعه من البيت وبيصوت، ويجي دغري النتيجة هون بدون صناديق وبدون دورة على مين مكان على أي مكان، وبتكون أوفر على الدولة. هلا بهنيكم وإن شاء الله بتخلص هالانتخابات بدون ما يكون في لا مشاكل ولا اعتراضات. كل 4 سنين وأنتم بخير.